السلام عليكم اخوان. بغيت ندير لكم هاد القضيه ديال ايوا البريطون اكوتي دو لا باز اكوتي دو قهوه فلان فلان المحل جمعوا احبابكم السلعه جديده. لا كما العاده كما كندير اخوان. السلام عليكم. بعدا كنشكر كاع الناس كما العاده اللي متبعيني في قناه جوار الطبيب داخل وخارج الوطن. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو هذا غيكون الناس اللي مبليين بلاصه السومري الماتيريال. واللي ما مبليش اللي بغى يتفرج مرحبا واللي بغى يستافد مرحبا. كاين شي ميزات زوين في السلعه اليوم غادي نوريهم لكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. اللي بغى شي حاجه يخلي كومونتير تحت الفيديو. كاينين هاد الباراشيتات شفتوهم ديال صحاب لابلونجي سومري ها هما. شوف هادو 150 درهم الواحد. هادو صحاب لابلونجي راك عارفهم انت عارفين شنو يستعملو. صحاب اللي معاهم ديال لابلونجي هادو نوريكم كيفاش تستعملوهم. هادا صحاب القرايين يكون غادي تحت الماء في القاع مي كيبغي يطلع خصو يحل هذا ضروري يحلو ويجبدو. شوف هاهو فيه اللونة. اللونة كتشد بيديك وفيه الخيط كتحل هذا تحلو كامل كي طوال كيولي طويل وكدير فيه شوية الريح كيتنفخ كامل كيبقى طالع تبقى تشد نتا اللونة كيبقى طالع 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 كيخرج في القاع الفوق. يعني شي زودياك شي فلوكا دايز من الفوق لا شي مرقع شي بلونجور طالع صافي كيبعد منه كيبقى واقف فوق الماء كتطلع نتايا كدير الباري ديالك كتطلع بحالاتك. هدا فيه خيط طويل شوف تخسيخة باش تجمعو. ماما نحل لكم واحد تشوفوا راه كاين ما فيهش اللونه كاين ما فيهش اللونه انا نوري لكم. هذا ما فيهش اللونه ها هو فيه الخيط. شوف ها هو شوف هو كتشد نتا الخيط كتشد اللونه في الخيط ها مي كيتنفخ شي ها هو كيتنفخ كيطلع الفوق حتى القاع. بالنسبه ل خليه هنا الخط. كاينين هاد الكاش ديال واحد الكاميرا كانت خسرات ليا وبقى الكاش جديد نبغى شي واحد نتفاهم معاه هاهو. كاين هادو ديال سيبو هادو ديال الجو برو راه عندي بياس بزاف اللي بغا شي وحده مرحبا بيه فابور. وهاد الحجرات تاهما فابور ديال بيلات اكسترا وزيد وزيد. هادا هو الوسط هادو اللي بغا شي واحد نتفاهم معاه هاهو شتيهم كاينين. كاين هاد هادو ديال الكوبو الطبقيات ديال الكاش شحال واحد كترمس ليها هما بغا شي واحد تا هو شي واحد نتفاهم معاه. هاد البيبان تا هو شي واحد بغا شي واحد ها هو بيبان باقي جداد. كاين هاد هادو بغا شي واحد نتفاهم معاه تا هي فيها. وكاينين كوش بواسون 35 درهم الواحد انوكس. كاين الشارجور ديال الكوبو هاد واقيلا ديال الطروا شوف مشيتو مع الاكسبريس وبقى عندي هنايا اللي بغا شي واحد يتفاهم معاه. كاين هاد لي كاف ديال صحاب لابلونجي 5 مليم هاهوما باقيين جداد معاهم طول الماء لا خصو شي واحد يتفاهم معاه هاهوما باقيين جداد نتفاهم معاه. وكاين هاد باتريات ديال الحجر عندي شي 8 ولا 7 باتريات لا خصو شي واحد يتفاهم معاه حتى هو. هذا زدكدك ندير لكم هذا زدكدك مكاينش هميزة عند جواد العنوان ديال الفيديو ميزات عند الجواد. كاين هاد الخيط شوف سيغاسيب ها هو دينيما كاين ديال 2 مليم وكاين 1.8 مليم لا خصو شي واحد مرحبا شي حاجه مرحبا. وكاين هاد ديال الكاميرا هما تاهما عندي منهم بزاف كيخصو شي وحده فابور ها ماشي ولا كنستعملهمش. هاد الكاش تاهو خصو شي واحد ان شاء الله خويا مرحبا هادو فابور. كاين هاد الماسكات هادو 50 درهم الواحد بغا شي واحد شي حاجه مرحبا. تيبات سيليكون بوشا باقي جديده شوف هادي 170 درهم. وكاينه التيبه هادي تا هي بوشا هادو في المارو هادي هبط بها شي 3 مرات وعلى مرات الماء بغا شي واحد 130 درهم تسمي ليا 120 درهم يلا ميزات عند الجوال. وكاينه الفيزي هذا بوشا شوف مونديال باقي جديد ميكسو مع مرات الماء بالصندو ديالو بلوبيس ديالو فليشا ديالو بوشا اللي بغا شي واحد 850 درهم.
شنو عاوتاني كاين هاد البي هذا جابو لي الصديق من برا شحال محطوط عندي دابا شي واحد فاهم ما هو اللي ما هبس ديك دك كاينش وكاين هاد البي هذا هاد البي هذا شتوه شوف الشارجور ديالو ها الحاجة راه كاينة الداخل ها هو كيشعل خدام امارش شتوه امارش دابا شي واحد تو نتفاهم معاه كاين هاد لورديناتور لي صحاب لابلونجي هاي ماريس خصها حجرة ولا بغا شي واحد تفاهم معاها تا هي مكاينه غير دكدك ميزات عند جوال كاين هاد الجرارة شتوها بوشة كاين ديال 50 وكاين ديال 100 معنيش ديال 50 متر معني ديال 100 متر باقا جديدة عمرها ما طرات الما هادي دايرة شي 700 درهم جديدة اللي بغا شي واحد حسبها لي ب 500 درهم قلت لكم راه ميزات عند جواد بلا خيط ديالها خيط ديال مواليه هاي باقا جديده دابا شي واحد حسبها ب 500 درهم وكاين هاد السمطه هادي بوشه هاي باقا ميكس حتى هي الشيا باقا كارطون تاع دابا شي واحد تفاهم معاه ماشي سيليكون عاديه انا نقول لكم سيليكون هادي باقا جديده وكاين هاد الصندوات كريسي شوف واحد شي وحده مرحبا سي بوغا سالفي ما ديال غوبرو دابا شي واحد تفاهم معاه فيها شنو عاوتاني سماطي سماطي سيليكون هادي 200 درهم دابا شي واحد خلى لي 200 درهم وكاين الصفرين هادو شون هادو 180 درهم الوحدة 180 درهم الوحدة دابا شي واحد جوج ثلاثة أربعة نزيد نطيح ليه يلا ها هو الشيء ها هي السيليكون تبارك الله اللهم بارك شتوها لا نضا نضا شي حاجه ناضيه شاولا سيليكون غارانتي 3 سنين غارانتي معني 3 سنين خوت خليكم معايا واحد دقيقه شوفوها بوصل باقا جديدة لي صحاب لابلونجي لابلونجي الشيا هادي 600 درهم جديدة يبغى شي واحد يتفاهم معاه نقول لكم هذا زبد دك دك كاينة الدومة هادي ديال البلاستيك ها هي جوج كيلو انا بغا شي واحد يتفاهم معاه فيها ها هي مرحبا شنو قلنا عاوتاني كاينة هاد صندوق سيركولير تما باقيين جداد يبغى شي واحد شي حاجة يتفاهم معاه وكاينين هاد الفروشيات ديال انوكس شوف هادو كيتعلقو في لابوي بغيت تعلق الفيزي ولا بغيت تعلق تشتغل لا ضروري هادو يكون عندك شوف انوكس باش واحد شي حاجه تفهم معاك كاينين هاد اورديناتور ديال لابلونجي سومارين شتيهم هادي كريسي وهادي سونطون خصهم حجر ندير معكم هذا زكدك باش واحد شي وحده تفهم معاك وكاينين هاد البوصول شون اوكازيو هادو 100 درهم وحده الا بغا شي واحد شي وحده 100 درهم وحده وكاين هاد الاورنياتور تاعي على دان خصها حجره شو خصها حجره هادي 150 درهم 100 درهم يلا هذا جديد خصو شو هاي خصو مرحبا بك خلي لي كومونتير في الفيديو وكاين هاد البلوم هادو ديال الكيلو الثمن ديالو 23 درهم وكاين ديال هادي جوج كيلو شتو هذا 25 درهم الكيلو بالنسبة للزرا بوشا كاينة الزرا بوشا جوج هما شتيهم باقيين جداد ميكسون باقيين جداد الخيط ديالهم اكتيف هادو الثمن ديالهم 400 درهم كنت ديال اليوم 150 ديالهم الثمن 400 درهم ميزة عند جوادي ميزة ميزة الميزات عند جوال كاين هاد الجرارة اومير شتيها ها هما اومير هاي باقا جديدة هادي 400 درهم
باقي عندي الماتيريال تبارك الله، باقي عندي واحد الفيزياء هو 75 كريسي، باقي عندي شي ماتيريال تما لتحت، باقي عندي البالمات هما، باقي عندي كومبين طيطوا، باقي عندي الجيليات، باقي عندي فيزيات كومبين بالمات. نكونو كملنا هاد الفيديو ان شاء الله، الفيديو الجاي ندير تما السلعه عاوتاني، وكونوا في الموعد من الخميس للخميس ان شاء الله مع 12 ندير له فيديوهات. نبقى نلوح فيديوهات هكا ديال السلعه اللي بغيت نبيع، غيكونوا في الموعد. ونسقسي واحد الدري كان لاصقني على واحد السمطه، كان طلبني على سمطه سيليكون بحال هادي، كنت داير معاه اثنين اللي فات باش نصيفطها ليه، هو اللي تكون في كازا، بغيت نصيفطها ليه في ست ايام في البوسطه، وعيت ما قلب على النما ديالو باش نقول باش نصيف معاه باش نصيفطها ليه، مشى ليا النما. الا كان شاف هذا الفيديو هذا خلي لي ميساج لتحت باش يعطيني النما ديالو باش نصيفط ليه السنطه ديالو. ما نسيتكش والله خويا، ما نسيتك بالله، غادي لك في البال خوت. شكرا على المتابعه، وشكرا على لي جيم ولا لي كومونتير على لي بارطاجي مع الخوت، وتحياتي لكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي نهار الخميس مع 12 نهار. يلا خوت، السلام عليكم، ولا بغا شي حاجه مرحبا بيه خلي لي كومونتير تحت الفيديو.